الأرض. وخاصة يعني حسين هنا كما قلت يعني أن القوات الأوكرانية أعلنت أنها تمكنت من تحرير أكثر من 41 بلدة في جنوب أوكرانيا، يعني هل هذا يمكن أن يغير من سير العملية العسكرية وبالتالي قامت القوات الروسية بحشد المزيد من قواتها يعني إلى الضفة الشرقية من منطقة خيرسون؟ يعني كيف يمكن هنا أن يتم وضع هذا الأمر في نطاقه العسكري أو يعني يؤثر على سير العملية العسكرية في أوكرانيا؟ بالنسبة للتصريحات الأوكرانية عن استعادة بلدات، فهذا الأمر حتى هذه الساعة لم تؤكده وزارة الدفاع الروسية وأيضا لم تنفيه في المقابل، فلا يمكن الجزم بصدقية هذه التصريحات من قبل الجانب الأوكراني. فخلال الفترة الماضية كانت دائما السلطات الأوكرانية تتحدث عن استعادة مناطق بمساحات شاسعة جدا وعندها كانت تنفيها وزارة الدفاع الروسية، لكن بطبيعة الحال بعد وصول القوات الاحتياط الذين تم استدعائهم نتيجة الصعبة الجزئية وأيضا بعد تلقيهم تدريبات في المرافق التي أنشأتها وزارة الدفاع الروسية بالإضافة أيضا إلى إعلان الأحكام العرفية في المقاطعات الأربعة، هذا الأمر سمح للجيش الروسي باستخدام خطوات مختلفة جدا مقارنة بالخطوات التي كانت تستخدم في وقت سابق. فبطبيعة الحال هذه المؤشرات ستغير من مجرى ومن مسار العملية العسكرية، لكن حتى الساعة حتى هذه الساعة هنا بعض الخبراء والمراقبين يتوقعون أن يكون المرحلة المقبلة أو أن تكون المرحلة المقبلة إلى جانب وإلى صف الجيش الروسي مقابل الجيش الأوكراني مقارنة مع التغيرات التي ستصيب العملية العسكرية إن كانت من قبل وصول قوات الاحتياط وأيضا من استخدام أسلحة مختلفة عن الأسلحة التي كانت تستخدم من قبل. طب هنا يعني حسين نتحدث على أن الكرملين ذكر أيضا أنه يعني يمكن تحقيق الأهداف الروسية في هذه العملية العسكرية عبر المفاوضات، لكنها تستبعد في الوقت الحالي أن تكون هناك يعني مفاوضات نتيجة لما قال بالموقف الأوكراني المتعنت. إذن إلى أي مدى يمكن أن تسير الأزمة في المستقبل؟ هل تسير وفق مفاوضات أم أنها سوف تسير وفق التكتيك العسكري الذي يتبع حاليا من قبل القوات الروسية؟ بطبيعة الحال أي أزمة أو أي حرب ستحل بالمفاوضات وبتسوية في الوقت الأخير، لكن توقيت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حتى هذه الساعة مستبعدة تماما في الوقت الحالي، وهذا ما يؤكده أو ما يجزم به معظم الخبراء والمراقبين، الجميع يتحدث عن أن التوقيت الحالي لا يوجد أي مؤشر عن إمكانية إجراء مفاوضات وخصوصا مع الخطابات التصاعدية أو التصعيدية بالإضافة أيضا إلى الخطوات العدائية من قبل الغرب في مواصلة تقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني، لكن ما تحدث به الكرملين اليوم عن أن العملية العسكرية مستمرة وحتى تحقيق الأهداف، وأيضا أشار بيسكوف إلى أن يمكن حل الأزمة عبر المفاوضات لكنها مستبعدة في الوقت الحالي نتيجة الرفض الأوكراني، فهذا الأمر ليس جديد بل هذه التصريحات هي منذ بداية العملية العسكرية. روسيا تؤكد على أنها مستعدة للمفاوضات وتتهم أوكرانيا برفضها للحوار وحل الأزمة بالمفاوضات والدبلوماسية. روسيا تريد إبقاء أراضي القرم وأراضي المقاطعات الأربعة خارج النقاش. روسيا تريد أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح ودولة حيادية لا تسمح للناتو بالوصول على أراضيها. أيضا هناك عدة أهداف وعدة شروط تريدها القيادة الروسية، وحتى هذه الساعة الجانب الأوكراني تحت الضغط الأمريكي والبريطاني حسب التقارير الإعلامية وحسب الخبراء أعود وأؤكد بسبب الضغوط الأمريكية والغربية على السلطات الأوكرانية ترفض السلطات الأوكرانية الموافقة على الشروط الروسية، فهذا يدل على أنه لا يوجد أي مؤشر لإمكانية إجراء مفاوضات في الوقت. يعني بمعنى حسين أن التدخلات الدولية المختلفة القوية من لدى الجانبين يعني هي التي تطيل أمد هذه الحرب أو هذه الأزمة. نعم، وهذا الأمر ليس سريا بل تصريح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم خلال مقابلته مع أحد الوسائل الإعلام تحدث عن أنه يمكن لواشنطن إنهاء النزاع في أوكرانيا بخطوة صغيرة وكييف لن تجرؤ على الرفض. هذه
أو هذا التصريح للسفير الروسي لدى واشنطن هو أيضا ليس جديد، إنما جميع الساسة الروس والقادة الروس يتحدثون بنفس اللغة وبنفس اللهجة. الجميع يؤكد على أن واشنطن في حال أرادت حل الأزمة في أسرع وقت فيمكنها ذلك نتيجة الخضوع الأوكراني، وتحديدا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خضوعه التام إلى السلطات الأمريكية والقرار الأمريكي. أيضا التقارير الإعلامية تتحدث عن أنه عن أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق، وتم الضغط على زيلينسكي من أجل الموافقة على الشروط الروسية، لكن عقب هذه الزيارة بيوم واحد أتى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى كييف والتقى زيلينسكي وأفشل جميع الاتفاقيات التي تمت بين ماكرون وشولتز وزيلينسكي أي حول القبول بالشروط الروسية. ف الجانب الروسي هنا يتهم بريطانيا والولايات المتحدة بأنهم هم من يعملون على إطالة أمد المعركة وإطالة أمد الحرب نتيجة تحقيقهم مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وبالرغم من المعرفة الروسية بأن الولايات المتحدة تريد استنزاف الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية، إلا أن حتى هذه الساعة الخطوات الروسية التي يتم اتخاذها تؤكد على أن روسيا أصابت المشروع الأمريكي باستنزاف الجيش الروسي بفشل، والأمور أو المؤشرات الواضحة في المستقبل القريب تشير إلى إمكانية طلب الغرب وتحديدا الولايات المتحدة من روسيا الجلوس على الطاولة من أجل المفاوضات وليس العكس. نعم، أشكرك إذن على هذه التفاصيل الواضحة من روسيا. حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا هاتفيا، أشكرك شكرا جزيلا.